اهلا بكم مشاهدينا مره تانية معاكم مطعم البيوت. هيكون معانا فقرات متنوعه. اولى فقراتنا هنتعرف على ازاي نعزز ونقوي جهاز المناعه، طبعا عن طريق التغذيه السليمه، ويمكن كمان بنكون متخوفين من اي ميكروب او اي فيروس، فمن طبعا والتخوف من فيروس كورونا والمتحور الجديد. بجانب ده كمان بشكل عام ازاي نقدر نحمي نفسنا بان احنا نتغذى كويس، وتحديدا في فصل الشتاء اللي طبعا بنتعرض فيه لدرجات حراره منخفضه، وبيكون فيها طبعا جو البيت او جو المكان المغلق غير الجو الخارجي. كل ده نحاول نتعرف عليه ونشوف ازاي ان التغذيه ليها اثر كمان على الحاله المزاجيه، وازاي ممكن فعلا الاكلات بتاثر فينا نفسيا ولا لا. ده هيكون معانا من خلال فقرتنا الاولى معاكم. كمان معانا فقره مهمه جدا، وهي صنعة في ايديا امان ليا. ازاي يكون في عندنا موهبه معينه او حاجه بنحبها وبنحاول احنا نعملها، ازاي نحولها لصنعة تكون داخل البيت، مشروع صغير، وده من خلال المشغولات اليدويه هنتعرف عليه، ونتعرف يا ترى ممكن ازاي ان احنا نقدم ده بشكل بسيط، وكمان تقدر اي حد، اي سيده او اي فتاه تعمله في البيت. لكن دلوقتي معادنا مشاهدينا مع تقرير هنتعرف فيه عن التغذيه وتاثيرها على الحاله النفسيه. تعالوا بينا نشوف التقرير وبعدين نستقبل ضيفتنا. خليكم معانا. داخل الجهاز الهضمي يوجد ملايين وملايين من المستعمرات البكتيرية، اللي ثبت ان هي لها فوائد كبيرة جدا جدا لجسم الانسان، على عكس ما كنا نعتقد زمان انه البكتيريا دي اكيد حاجة هتأذينا. لا، الحقيقة هي في الاغلب بتساعدنا. بتساعدنا ازاي؟ بتساعدنا حتى من خلال انها بتفرز انواع معينة من الفيتامينات، بتعمل على تحسين الحالة المناعية بتاعتنا، اللي ثبت ان لها برضو تأثيرات مفيدة جدا، وبتعضد وجود البكتيريا المفيدة. المخللات اللي معمولة في البيت، لأن المخلل لما أنا بعمله في البيت بستعمل الخضروات وبستعمل التخليل. التخليل ده هو عبارة بالظبط عن أن أنا بزود عدد اللاكتوباسيلس اللي هي البكتيريا المفيدة دي، ومش بحط ملح كتير عشان ما يكونش فيه أثار سلبية. في برضو منتجات أخرى بتعضد برضو فكرة الميكروبيوتا، وهو أن أنا أكل الفاكهة مع هذه أو الخضروات مع الزبادي ومع المخللات، نقلل الدهون ونقلل السكر لان دي بتموت البكتيريا المفيدة. في حاجتين اخرين برضو بيساعدوا على تحسين الحالة المزاجية احب انصح بيهم، الكركم وبذرة الكتان. الكركم وبذرة الكتان لما بيتاخدوا مع بعض بكميات مش كبيرة، يعني بذرة الكتان تكون مش اكتر من معلقة صغيرة في اليوم، لان هو بيتخن شوية لانه مليان اوميجا 3، والاوميجا 3 دي بتحسن وظائف المخ. الكركم اللي هو من صنف يكون معروف المصدر عشان ما يكونش عليه صبغات مؤذيه، وبرده ما تزيدش عن نص معلقه صغيره في اليوم، يضاف ممكن على اي طعام بناخده، على الفول، على الزبادي، على اي خضار بناخده، برده له فايده كبيره جدا في تحسين وظائف المخ. اهلا بيكم مره تانية مشاهدينا. بعد التقرير اللي شفناه وازاي ان ممكن الغذاء يؤثر في الحاله المزاجيه، اكيد احنا كمان مهتمين اكتر بازاي نقدر نعزز ونقوي جهاز المناعه. ويا ترى الاكل هو السبيل الوحيد لتقويه جهاز المناعه، ولا في عوامل تانيه؟ ويا ترى العوامل النفسيه ممكن كمان تاثر في طريقه اكلنا او العكس؟ اكيد عندنا مجموعه متنوعه من الاسئله وكتير من الاسئله، بس اجابتها اكيد هتكون عند ضيفتنا اللي منورانا النهارده. معاكم معانا دكتور نهله عبد الوهاب، استشاري المناعه جامعه القاهرة. أهلا وسهلا بك يا دكتور معانا. أهلا بك دكتور. بقى احنا في فصل الشتاء، ويعني كنا زمان كده في شوية أكلات لازم يعني جدتنا وأمهاتنا يعملوها، ولازم ناكل أكلات معينة، بس الحياة اختلفت زي ما كل حاجة اختلفت، حتى الأكل وطريقته اختلفت. لكن يمكن هقول مع فكرة، خلينا نوصل كده للحاجات الطبيعية، مع فكرة المقاطعة. فبما إن الولاد عندهم يعني بقت عندهم الثقافة دي، أو بقى عندنا الثقافة دي شوية، وإن احنا بنشوف إيه الحاجات اللي ينفع ناخدها أو ما ناخدهاش، خلينا ندور بقى الأكل نفسه. ممكن في البداية خلينا ناخد من التقرير اللي فات، الأكل ممكن يأثر في حالتنا المزاجية أو العكس؟ طبعا. تعالي شوفي حد واخد جانك فود أو واخد وجبة مقلية بزيوت ثقيلة،
بيبقى قاعد بعدها متنح مش قادر يتكلم. بعد شويه هو بيبقى جواه جرافي، لان هم بيحطوا حاجات تخليكي عايزه يعني بتخاطب مراكز المخ. هم شاطرين قوي في الحكايه دي، حتى في المياه الغازيه برضو في امائح يعني السكريات بتاعتها او في مواد معينه فيها بتخاطب مركز المخ، بحيث ان انت حتى يعني لو فرضنا مثلا حاجه زي المياه الغازيه اللي هي الملونه اللي لونها البني، في منها نوعين طبعا احنا مش هنقول اسمهم عشان الدعايه والكلام ده، وهم متقطعين الحمد لله. الحمد لله. بتخش المركز المخ وتخاطب المخ ان انت عايزه النوع ده مش النوع التاني، النوع اللي هو فيه ازرق مش النوع الاحمر كله، انت متخيله يعني انا عايزه ده مش عايزه ده. لو سمحت ما تجيبي انت مثلا بتجيبي لابنك او بتجيبي لبنتك، انا ما بحبش اجيب طبعا، بس اقول لك لا هاتي لي الاحمر ما تجيبيش اللي فيها ازرق كده يعني. يعني ده معناه ان هما بيشتغلوا على مراكز المخ. مراكز المخ بالظبط كده. بتعمل شوجر راش بطريقه معينه، وقتها بيبقى عايزها، بس بعد كده بتحس ان هو متضايق مكتئب، لان طبعا انت بيطلع السكر جامد قوي في الدم. بعد كده بيطلع بيفرز الانسولين، بعدين ينزل تاني، طب بعد شويه هو عايز تاني، وهكذا وهكذا. تبتدي تضايق لو ما خدش الليفل بتاع السكر. بالظبط. نضرب بيها مثلا في رمضان، لما احنا مثلا بنلاقي في اول ايام رمضان مثلا الناس متنرفزه جدا، ليه؟ لان هو بيبقى مثلا واخد سكريات كتير يعني، فاهم قصدي؟ فكله ده اتقطع مع اتقطعت مع الصيام، فبيبقى متنرفز جدا جدا، وهو مش عارف يتنرفز ليه على فكره. يعني هو جواه مش فاهم ان هو كان بياخد، عشان كده قلنا مثلا يعني بنقول ان احنا نتدرج، مش النهارده انا كنت باكل جانك فود كتير قوي وباخد مياه غازيه كتير قوي وبكره لا خلاص مفيش خالص. هي الحقيقه السوشيال ميديا او المقاطعه عملت فعل حاجه احنا كنا نفسنا نعملها مع اولادنا كتير قوي، برغم ان احنا كنا بنديهم مثلا ان احنا ما بناكلش الكلام ده. يعني انا بالنسبه لي المقاطعه دي ما فرقتش كتير، كل الحاجات دي انا ما باكلهاش اصلا يعني. لكن كان الولاد بيبقوا اكتر ميل ليها. طيب خلينا نوصل بقى ونتكلم عن التغذيه السليمه. يا ترى التغذيه او الغذاء هو الاساسي في ان انا اقوي جهاز المناعه، ولا في عوامل تانية ممكن تكون محيطه بالموضوع ده؟ في حاجات كتير قوي. يعني اولها مثلا النوم ساعات كافيه، تمام، من 6 ل 8 ساعات بالعمر الكبير، الاطفال الصغيره لغايه 10 ساعات لازم يبقى يناموا كويس قوي، ويفضل قبل الساعه 12 مش بعد الساعه 12، وافضل ساعات النوم من 11 ل 4 تمام فجرا، يعني اللي هو سبحان الله اللي هو الفجر احسن حاجه ان انت تصحي فيها. سبحان الله. يعني اللي هم بره بيعملوا اللي احنا مش بنعمله هنا، اللي المفروض ديننا بيعمله. المفروض احنا نصحى مع الفجر ونبتدي يومنا. احنا يومنا بيبقى بالليل نوعا ما، الناس بدات دلوقتي اقل شويه طبعا. تاني حاجه الرياضه، من الحاجات الجميله جدا جدا برضو، ومش لازم رياضه يعني في صوره رياضه او ممارسه، يعني انا بلعب لعبه معينه لا، ممكن اركن عربيتي بعيد شويه واتمشى، اتمشى لمكان معين، اروح اشتري حاجتي مشي، وهكذا، بحيث ان انا اعمل لنفسي رياضه يوميه مثلا. بترفع المعنويات جدا جدا جدا، وبتقي من الاكتئاب. يعني الرياضه من احسن الحاجات اللي بتقي من الاكتئاب، واخر ابحاث قايله كمان انها بتقي من الزهايمر، عايزه اقول لك اللي هو مرض العصر دلوقتي. نيجي بقى لموضوع الاكل. الاكل طبعا مهم جدا جدا لتقويه المناعه وتحسين الحاله المزاجيه. كمان شرب الميه من الحاجات المهمه جدا جدا لتحسين الميتابوليزم بتاعنا او الاي، وتحسين الحاله المزاجيه. احنا في الشتاء اول ما بيخش الشتاء الناس بتنسى الميه تماما، وبالتالي بيتعرضوا للامساك المزمن، ودي مشكله كبيره جدا. مشكله كبيره بالظبط. طيب دكتور، مع الحديث عن الاكل وعن رفع المناعه، يعني عايزين نتعرف من حضرتك بقى اخر المستجدات واخر ما ذكر عن فيروس كورونا، ايه اللي حاصل؟ ايه اللي جاي؟ ناس كتير بيبقى عندها برد، وناس بيجي لها برد في صوره اسهال، وشويه بيبقى برد في صوره تكسير في العظم، يمكن ما سمعناهاش قوي، بس يعني في بعض الناس يمكن الكبار في السن اكتر، لكن في كده شويه حاجات، فكل ما يكون دور البرد شديد قوي يقولوا اصل ده كورونا. احنا عايزين نعرف ايه الحاجات او اللي ممكن اقول ده كورونا، او اقول لا ده دور برد بس برد شديد. ما تقدريش تحلفي. مش قادرين. بالظبط، ما تقدريش تحلفي. حتى المسحات، واحنا قلنا ان فيها فاليسز برضو، يعني فيها نسبه خطا، واخده بال حضرتك، فهي انت ما تقدريش تقولي تجزمي بيها، بس يتفق دور البرد مع الكورونا في ان احنا بنعالج الاعراض.
تمام. ويتفق كمان لا قدر الله حصل لنا اعراض تنفسيه ان احنا مش قادرين نتنفس، ارتفاع درجه حراره مستمر، لا لازم طبعا نلجا للطبيب ونلجا لنروح المستشفى. تمام. احنا في كل الاحوال بنعالج الاعراض. بنعالج الاعراض بس. طب ايه اكتر اعراض منتشره في الفتره دي يا دكتور؟ في طبعا تكسير الجسم، ارتفاع درجه الحراره، التهاب في الحلق، في اعراض تنفسيه طبعا، ما تقدريش تبذلي مجهود، تحس ان انت لو هي هيمشي يعني فتره هيمشي على رجله شويه، تحس ان هو في حرقان في الصدر مش قادر، نتيجه لان هو عايز الاكسجين طبعا عشان أكتر. يبتدي يبذل مجهود وهو الرئه تعبانه مليانه افرازات، فهو مش قادر يتنفس ومش قادر ياخد راحته في المشي. تمام. دكتور بقى اهم يعني الغذاء اللي انا محتاجه ان انا ومع دخول فصل الشتاء طبعا والولاد بيروحوا المدارس بيروحوا الجامعه، هي اهم الحاجات اللي المفروض ان انا احافظ عليها وتحديدا فصل الشتاء؟ الغذاء طبعا احنا عايزين ناخد وجبات متكاملة. دايما بنقول وجبات متكاملة، بنلون الطبق بتاعنا ونخليه شكله كويس، ده مهم جدا جدا. عندنا طبعا الفلفل الالوان، عندنا الفلفل العادي حتى ما فيش مشكلة لو الالوان مش يعني مش متناول الايدين، وبعدين على فكرة بتتجاب لوحدها يعني عشان بس يعني الناس ما تتخضش انا هجيب يا خبر ابيض شوف الثمن اللي بتتجاب لوحدها يا جماعة، وبعدين ما فيهاش اي مشكلة ومش عيب ان انا اشتري الفاكهة بالوحدها ومش عيب ان انا اشتري الخضار بالوحده، ما فيهاش اي مشكله على قد افراد الاسره بتاعتي مش عيب خالص يعني. دي حاجه صح جدا. مهم جدا طبعا بالنسبه لنا البطاطا من الحاجات الجميله اللي بتدفي جدا ومليانه فيتامين اي بيتا كاروتين في منتهى الجمال. فيتامين اي في منتهى الجمال وفيتامين سي. بتتعمل ممكن تعملها مشويه وممكن تعملها مسلوقه وممكن بتتعمل في شكل طواجن بالظبط. دلوقتي جميله جدا جدا ممتازه جدا على فكره. العسل زي البطاطا برده من الحاجات الجميله اللي بتدفي المليانه الياف، نفس الفكره تماما. ممكن يتقطع على السلطه. البنجر من الحاجات الممتازه المبهجه السعيده جدا اللي بتخلي الناس تبقى مبسوطه جدا، وعلى فكره هو واخد سمعه ان هو بيتخن، لا مش بيتخن، ده مليان الياف وممتاز جدا عشان هو بيتاخد منه السكر، فالناس معتقده ان هو والله هقول لحضرتك طب بيتاخد منه سكر، ما خدش السكر اصل احنا بناخد السكر ده اتكرر وعدى على عمليات كتير قوي قوي قوي. طيب فدي حاجه مصنعه. قولي لي طيب البنجر في بعض الناس بتقول ان هو ممكن يحصل عمليه سلق مثلا ولا دي هتفقده خصائصه؟ مش لازم سلق بالدرجه يعني الميه بتغلي قوي 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 وتحط في قلبيها شويه ويطلع زي فكره البروكلي مثلا برضه بنعمله. والله البروكلي ممكن يتقطع على سلطه زي ما هو زي ما هو، وممكن تعمليه على البخار، على البخار يعني بتحط على البخار ما فيش اي مشاكل خالص. تمام. يعني في مليون حاجه احنا ممكن نعملها تبقى بسيطه جدا جدا. وعلى فكره انا ضد ان حد يقعد يعقد حد يعني لو سمحت اعمل الحاجه، لا اصل المفروض تتقطعها بالطريقه الفلانيه، لا المفروض التبسيط المعلومه التبسيط المعلومه احسن بكتير. برضه في بيتقال برضه على الفجل اللي احنا ممنون بنعمله مخلل يعني بس بيتقطع في اللفت. سوري انا قصدي اللفت. اللفت ممتاز جدا طبعا، الياف وجميل جدا جدا، وبالنسبه من الحاجات اللي في الشتاء وبيتحط معاه البنجر بيبقى ممتاز جدا. تمام. وعلى فكره الفجل كمان برضه الفجل انا كنت اقول لك الفجل كمان جميل وحلو جدا، وهو ولادنا مش عارفينه لسه. لا 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 لكن من احلى الحاجات يعني لو تحبي تحطي حاجه جنب الاكل، تحطي الجرجير، تحطي الفجل، من حاجات يا جماعه احنا عايزين نبقى زينا. يعني احنا عايزين نبقى احنا، مش عايزين نبقى علينا يعني من السبعينات دخلت علينا ثقافه جانك فود والامريكان ستايل في الوجبات، بوظت عيشتنا خالص. لا احنا رجعنا زي ما كنا ولا احنا فضلنا، لا احنا عايزين اكلنا اكل مصر الجميل اللي احنا بنحبه. دكتور واحنا دايما بنتكلم العدس. عن التغذيه. العدس ما لسه هقول لك بقى يعني الجو الساقع ده بيبقى فيه عدس، يعني كنا دايما شوربه العدس دي اساسي في البيوت، يمكن تكاد تكون في خلال الشتاء دي لازم في الاسبوع مره او مرتين. في بعض الناس ولادنا زي ما انت قلتي هم ممكن ما يكونوش عارفينها، وفي بعض الناس عارفاها كويس قوي. العدس من الحاجات المفيده اللي ممكن ان احنا نستمر ومشبعه جدا وبتدفي، وممكن نزود عليها الجزر، ممكن نزود عليها البصل، ممكن ازود عليها طماطم. انا بدي فيتامينات كتير قوي ما بتضاف البروتين الحيواني، البروتين النباتي قصدي، فبيبقى جميل جدا جدا. وممكن تستعمليها تقيله تبقى اكله، ممكن تستعمليها خفيفه جنب الاكل او بالليل حاسه نفسك جعانه، كوبايه مج شوربه العدس ده في منتهى الجمال هيقفل الدنيا معاكي. تمام. دكتور يعني واحنا بنتكلم عن تقويه المناعه، امتى احس ان في حد افرد من افراد الاسره هو كده لا محتاج يقوي مناعته اكتر؟ كتر تعرضه مثلا لنزلات البرد او في حاجات معينه اقول لا هو انا محتاجه ان انا اركز، ولا في تحاليل معينه لازم انا اعرف منها؟ هو بصي طبعا تعرض لنزلات برد متعدده، ادوار اسهال متعدده،
بتبص لقى انه مش قادر يقوم بالوظائف بتاعته، يعني حاسس ان هو بيتعب من اقل حاجة. طبعا انت دايما بتشوف دايما العين اللاستر بتاعها، يعني العين بتاعتنا جميلة كده اللي هو اللي بتلمع، يعني دايما احنا حتى نقول ان العين نفسها تكون بتلمع دليل على الصحة، الجلد بتاعه يكون سليم، مفيش تشقق، مفيش جاف. احنا بالمناسبه برضو احنا في الشتاء الجلد بيبقى جاف، فلازم نستعمل حتى الفازلين، حتى الحاجات البسيطه دي عشان ما يتعرضش الجلد. كل ما كان جاف كل ما تعرض للخدوش والجروح، كل ما ولادنا كمان الاطفال تحديدا يتعرضوا يتعرضوا للانفكشن منها. يعني فمهم جدا. يعني نلاقي بعد كده برضو لو ان هو وشه شاحب، شفايفه شاحبه، العين مثلا فيها شحوب دم، بيبقى عنده انيميا، ولو عنده انيميا مش هيقوم بالوظائف بتاعته الصح. بينهج وطالع السلم مثلا، مش قادر يبذل المجهود العادي بتاعه كده. هي دي بتقدري تحكمي عليه نقص في المناعه او محتاج فيتامينز معينه المفروض ياخدها، هو عنده نقص وده بيؤدي لنقص المناعه. اكيد طبعا. دكتور نهله، ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القران الكريم ان الفاكهه قبل الاكل او قبل اللحوم، واحنا قعدنا سنين من عمرنا كتير قوي بناكل الفاكهه اللي هو بعد ما الناس اكلت، طب مش هنحلي يعني، ده كانت معروفه كده. وبعدين مؤخرا ابتدى يعني العلم والطب يتدخل ويقول لا، ده فعلا القيمه الغذائيه اللي بيحصل عليها الانسان من اخذ الفاكهه قبل الاكل دي مهمه جدا. قولي لنا بقى موضوع الفاكهه، ان اما اخدها هي الخضروات قبل ما اتناول وجبتي من البروتين، قد ايه اهميتها وايه فرقها كمان في تقويه مناعه الشخص؟ هو الفاكهه طبعا فيها فيتامينات كتير قوي، املاح معدنيه والياف. عندنا الجوافه من الحاجات الممتازه جدا في فصل الشتاء، والحمد لله مصر فيها جوافه جميله. عندنا الموز من الحاجات الجميله جدا جدا برضو، بس يفضل واحده مثلا عشان برضو ما يبقاش كتير، والاخضر بيبقى افضل من الاصفر عشان الاخضر بيبقى فيه قيمه غذائيه اكتر، بيبقى فيه الياف اكتر وسكريات اقل. تمام. طبعا احنا لما بناخدها قبل الاكل بيبقى ليها قيمه كبيره جدا، وبتشيل جزء من الشهيه، يعني خلت حاجه مفيده سواء طبق السلطه سواء الفاكهه قبل الاكل بثلث ساعه مثلا. انت بتشبعي، بتاخدي كانك خدتي الوجبه على كذا جزء، كذا جزء، واخده بالك، وفي نفس الوقت خدتي فيتامينات كويسه، لان الفاكهه لما بتقشريها كده احسن ما انا مثلا طبخه الاكل اتعرض لدرجه الحراره. تمام. طيب دكتور، هو يعني المفروض طبقي الغذائي اقسمه ازاي، وايه الطبق المناسب او اللي قيمته الغذائيه بتبقى عاليه بغض النظر على النوع اللي هستخدمه من البروتين؟ هو الطبق الغذائي كان يعني من فتره كبيره قوي، من زمان قوي، اتقال انه بيتقسم ثلاث اجزاء، جزء كبير قوي للطبق السلطه، وجزء تاني للخضار مطبوخ، وجزء للبروتين اللي في صوره مثلا بيبقى بربع فرخه مثلا، قطعه لحمه، سمكه مثلا كده. فانت بتاخدي جزء نشويات بسيط قوي قوي، يعني انت بتحطي الخضار كتير، نشويات قليله قوي، وبتحطي البروتين يفضل يعني. والنشويات احنا بفضل نستخدم النشويات المعقده اللي هي في صوره الفريك، من الحاجات الممتازه الرائعه. رز البسماتي كويس برضو، بس لو سعره غالي عندنا الفريك، فريك ممتاز. يعني الفريك هيديني قيمه غذائيه اقل من الرز؟ بيديك قيمه غذائيه احسن يعني. لا اقصد احسن من الرز، بس اقصد الرز والياف كتير قوي وبروتين جميل. مش هيديني فكره ان الرز بيتاخر وريحته حتى بالظبط، وطعمه وريحته حتى جميله في الاكل يعني. الفريك من الحاجات الممتازه موجوده عندنا في مصر. بالظبط. من اهم الحاجات المهمه جدا اللي دايما كنا بنتعود عليها اللي هي تحليه بالعسل الابيض، ويمكن دايما للاطفال او البيبيهات ما يكونش فيه غازات او كده. العسل الابيض وقيمته الغذائيه واستخدامه ولو بشكل مبسط، بحيث ان هو برده حتى لو كان سعره مش في متناول اليد. والله العسل الابيض كويس جدا، بس هو سعراته نفس سعرات السكر، يعني لو هناخد بناخد معلقه صغيره برضو، عشان مش معنى انا استعملت عسل يعني هو امن يعني استعمله على طول. لا، العسل برضو نفس الحكايه، ينطبق عليه ما ينطبق على السكر في ان هو نفس السعرات، ولكن الاستفاده من العسل طبعا احسن بكتير قوي من الاستفاده بالسكر، لان السكر تعرض لعمليات تصنيع كتير. يعني الاعتدال يا دكتور. بالظبط الاعتدال، يعني ربنا قال لنا بالظبط كل حاجه عندنا فيها الاعتدال، اكيد هنوصل لصحه جيده. بالظبط. في نهايه لقائنا يا دكتور، قولي كده نصيحه سريعه لكل الامهات اللي بيسمعونا دلوقتي. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، الخضره والميه والوجه الحسن. الخضره خضروات جميله قوي قوي، شرب الميه، الوجه الحسن بيتحقق بالرياضه ولو رياضه بسيطه.
نشكرك جدا دكتور نهى لحضرتك كنت منورانا، ونشكرك جدا بكل التوفيق ان شاء الله. شكرا لحضرتك وميرسي جدا للبرنامج. بكده مشاهدينا نكون وصلنا معاكم لنهايه فقرتنا، لكن لسه حلقتنا ما خلصتش، هنخرج لتقرير عن المشغولات النحاسيه ونرجع مره تانية ونشوف صنعه في ايديا امان ليا من خلال فقرتنا معاكم.